Sahar Sleiman, Digital Tools Expert from L.A.L, Lebanese Alternative Learning. هالفيديو هن جزء من المدرس Project ومن خلالهم رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Codap. Codap يعني Common Online Data Analysis Platform. شو يعني؟ يعني platform بيسمح للتلاميذ انهم يعملوا او يخلقوا داتا وحتى فيهم يعملوا احصاءات عن مواضيع هن مهتمين فيها. ومن خلال هيدي الأداة بيقدروا كمان يشوفوا العلاقة بين الفاريبلز يلي هن عم يستعملون. خلينا نشوف كيف. أول شي منفوت على www.codap.concord.org ومنكبس على Launch Codap. بيسألونا إذا بدنا نحن نفتح document أو نشوف examples already موجودين أو بدنا نعمل create a new document. رح نشوف هلا datas already موجودين أو tables already موجودين على Codap. رح ننقي معملز مثلا، ححط open، رح سكر هيدول لأنه هيدول هن اوريدي عاملين، لأنه نحن هلا رح نعمل تقريبا مثلهم. أول شي هون بحطولنا getting started، بخبروكن كيف فيكن تعملوا create للجراف وكيف فيكن تخلقوا الجراف، فكمان رح حطها on the side أو على جنب. لنقول هن التلاميذ خلقوا هيدا التيبل ولنقول هن عملوا الأبحاث تبعيتهم ووصلوا لهيدول النتائج إن كانت دايت الهابيتات المامز وحطوها على Codap. هتشوفوا كيف هلأ بظرف كبسة منقدر نخلق جراف بتخبرنا عن هيدا التيبل. بنكبس على جراف وأنا بعمل دراج يعني بزيح الاتريبيوتس اللي انا بدي اياهم. مثلا لنقول انا بدي احط mammals، I dragged لهون، ببينوا عندي كل الماملز وبدي اشوف الهايت تبع كل مامل، فكمان I drag الهايت لهون، وهيك بيكون انا مثلا بينت هلا الهايت تبع كل مامل بكل بساطه. رح نشوف اكزامبل تاني، مثلا كمان برجع بكبس على جراف وبحط مثلا الهابيتات والدايت، بسحبهم بعملهم دراج، ببين عندي هون مثلا بكل نوع هابيتات الدايت تبع هول المامز، يعني اللي بيعيشوا على اللاند بياكلوا مثلا ميت وبلانت او اثنيناتهم، اللي بيعيشوا بقلب المي بياكلوا بس لحمه، اللي بيعيشوا مثلا عتنين لاند والووتر بياكلوا بس كمان لحمه. سو بيكون عم ببين عندي بهيدي الطريقه. فينا انا مثلا اكبس على ميجر وحط كاونت، هيك ببين عندي بكل وحدة قدي العدد تبع المامز اللي بيأكلوا لحمة وبيعيشوا مثلا على الأرض بنفس الوقت. وفينا حتى كمان أحط ميجر وبين البرسنتج ونقي إذا هذا البرسنتج اللي بديه على الرو ولا الكولم ولا السل بحد ذاته. ببين هون مثلا عندي قدي البرسنتج. رح أعمل مينيمايز ورح نشوف كمان غير نوع من الجرافز. نكبس على جراف، لنقول أنا بدي حط هلأ الدايت والهايت، كمان بعملهم دراج وبنقي ميجر. وهون مثلا بيعطوني options أكتر، يمكن فيني لقي المين، يمكن فيني لقي الميديان، يمكن فيني لقي الستاندرد ديفيشن، حسب شو مطلوب منه أو حسب شو نحن طالبين من التلاميذ يعملوا. إذا بدي لقي المين والميديان بكبس على المين وبكبس على الميديان، ببين عندي المين والميديان بكل واحدة. هيدا المين مثلا 1.99، هون الميديان 1.6، وفيهم يعملوا مقارنة بيناتهم. حتى مثلا أنا فيني غير اللون تبع الجراف، بكبس على الكولر، فيني غير البوينت سايز، فيني غير الألوان، لنقول أنا بديهم مثلا أزرق، فيني غير الباك جراوند حطه يلو، فيني أتصرف فيها مثل ما أنا بدي. شغلة تانية فيني أعملها مثلا كمان إنه بقدر حط تكست، يعني بقدر زيد الانستركشنز على الجراف وبقدر اطلب من التلاميذ شو بدي اياهم يعملوا، فبحط مثلا الانستركشنز. واخر شيء بدي افرجيكم اياه انه حتى بهيدي التيبل اللي انا اخذتها اللي اوريدي موجوده بقدر زيد عليها attributes اذا انا بدي، فبحط new attribute وبزيد عليها يا column او حتى بقدر زيد عليها row. وهيك بنكون شفنا كيف فيني انا اخلق حيلا جراف لحيلا تيبل بنكون عم نشتغل فيها لحتى ادرسها ولحتى ايرن الاتريبيوتس اللي انا عندي اياهم بطريقه كتير سهله وسريعه. Stay tuned حتى نتعرف على غير اونلاين تولز بالفيديوز اللي جايين.